السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو إن شاء الله راح أشرح Experiment number 5 من the Cell Chemistry. عنوان التجربة، طبعاً راح أشير سكرين عشان تكونوا متابعين معي لما نشرح الكنسلات وإلى آخره. تمام. هلا Experiment 5 اللي هي بعنوان Multi-step synthesis of the Toin condensation of benzyl with urea to form الديلانتين او اللي هو الفينيتوين. طبعا هاي الستيب الاخيره من المالتي سينثيسيس اوف فينيتوين. كنا من بدايه المختبر او اكسبيرمنت نمبر 3 تعرفنا على المالتي ستيب سينثيسيس اوف فينيتوين، حكينا انهم هم 3 ستيبس. قلنا الخطوه الاولى عباره عن البنزوين كوندنسيشن، الخطوة الثانية هي الأكسيديشن of benzoin to benzyl، والخطوة الثالثة هي الكوندنسيشن of benzyl with urea. إذا إحنا اليوم تجربتنا هي عبارة عن الخطوة الثالثة أو بتمثل الخطوة الثالثة من المالتي ستيب سينثيسيس اوف فينيتوين. يعني كنا الإكسبيرمنت 4 حصلنا على البنزل الأكسيديشن of benzyl سين، كمية البنزل اللي عندنا هاي بدنا نعملها كوندنسيشن with urea. طبعا البرودكت النهائي اليوم رح يكون عبارة عن الديلانتين او اللي هو الفينيتوين تجربتنا اليوم. طيب هلا تحضير الفينيتوين قلنا كستب اخيرة carried out by the condensation of urea with benzyl in basic media. يعني انا محتاجة البنزل ومحتاجة يوريا ومحتاجة اسيد كنيدي في هذا الرياكشن عشان احصل بالنهاية او اخر شيء احصل على ديلانتين او الفينيتوين. طبعا الرياكشن في عندي سكريتن ري ارينجمنت رياكشن ستيب اللي هي بنزليك اسيد ري ارينجمنت، رح نحكي عنها لما نشرح الميكانيزم بالتفصيل. بس خلينا نشوف الخطوه الثالثه بتصنيع الفينيتوين اللي هي كوندنسيشن اوف بنزل وذ يوريا. طلعوا قدامكم هون عندنا ستراكشر اوف بنزل، تمام؟ كيف احنا بوجود اليوريا بوجود الصوديوم هيدروكسيد والايثانول راح نحصل على 5-5 دايفينيل هيدروكسيد او اللي هو الديلانتين او اللي هو الفينيتوين، كلها اسماء لنفس البرودكت. هلا هون خطوات الرياكشن يا جماعه او الميكانيزم اوف رياكشن، نبدا من عند البنزل تتفاعل مع اليوريا. هلا اليوريا كلكم تعرفوا الستركتشر اوف يوريا عباره عن كادميل وعندي 2 امين جروبس 2 برايمري، هاي هي اليوريا. هلا بوجود الاسيد البيسك ميديا، البيسك ميديا عباره عن هيدروكسيل جروب عندها لون بيرك الكترون او نيجاتيف تشارج، والاتاك وين؟ على وحده من الامين جروبس اللي موجودين في اليوريا. هذا الاتاك شو راح يعمل؟ راح يحط عندي شحنه سالبه على الامين جروب، يعني راح تاخذ لون بير اوف الكترون. الشحنه السالبه هاي على الامين جروب من اليوريا راح تعمل اتاك وين؟ طلعوا هون الكربونيل، وحده من الكربونيل جروبس اللي في البنزل النيجاتيف تشارج والاتاك هاي الكربونيل جروب، شو راح يصير عندنا؟ راح يتكون عندي طرف في الدبل بوند هاي للكربونيل، طرف راح يكون فيها او اتش جروب، والطرف الثاني راح تمسك عندي مين؟ النيتروجين. اذا صفى عندي هون اليوريا ارتبطت بالبنزل من ناحيه هاي النيتروجين اللي عملت الاتاك، والجهه الثانيه من الكربونيل جروب شو صفت؟ صفت هيدروكسيل جروب. هلا بعد هيك الهيدروكسيل جروب هاي والليف على شكل ووتر مع اتش جروب، وبنفس الوقت او اتش ماينس ثانيه رح تعمل اتاك هون على الطرف هذا، رح تسحب الاتش ورح تحط عندي ايش؟ دبل بوند للنيتروجين. اذا رح تسحب الاتش هون على شكل ووتر، وشو كمان هي طلعوا هون قايل لي ماينس H2O، يعني في جزيء ووتر راح يطلع. هذا الجزيء شو راح يصير؟ راح يصير عندي لما الاتش هاي طلعت مع الـ OH- من البيسك ميديا راح يصفي عندي لون بير الكترون. مين راح ياخذهم؟ النيتروجين راح يعمل از دبل بوند، وبنفس الوقت الـ O2 او الـ OH اللي موجوده هون طلعت كيف؟ زي قلنا على شكل جزيء ووتر. صفى عندي هذا الستركتشر. هلا هذا الستركتشر بوجود البيسك ميديا ستيل عندي بيسك ميديا، رح تشتغل شغلها وين؟ على الـ OH جروب هاي
اللي جاي من البيسك ميد رح تشتغل شغلها على الطرف الثاني من اليوريا، الامين الجهه الثانيه، اوكي؟ رح ترد تعمل اتاك على الامين جروب اللي موجوده في اليوريا هون. شو تعمل؟ بنفس الطريقه رح تعطيها نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج والاتاك الكربونيل جروب الثانيه في البنزل نفس الشكل. ايش رح يصير عندنا؟ البنزل رح تصفي عنا بهذه الطريقة النيتروجين جروب عليها نيجاتيف تشارج والاتاك الكربونيل رح تطلع على شكل O ماينس اللون بير اوف الالكترون هون للدبل بوند. وش رح يضل عندي؟ النيتروجين رح تشبك هون على الكربون، اذا الكربون رح يصير لها طرفين، شو واحد مع النيتروجين وواحد مع الاو ماينس. هلا هذا المركب اللي تكون عندي رح يصير عليه ايش؟ بنزلك اسيد ري ارينجمنت. خطوة البنزلك اسيد ري ارينجمنت هي انه رح يصير فيه مايجريشن لهاي الفينيل جروب، رح تنتقل من هذا الكربون للكربون اللي بجنبها. سوري، اذا المايجريشن اوف فينيل جروب هي عباره عن بنزليك اسيد ري ارينجمنت. طلع هون الفينيل جروب وين راحت؟ اتجهت وصارت بهاي المنطقه، صار عندي الكربون هاي عليها تو فينيل جروبس، والماينس او النيجاتيف تشارج اللي هم اللون بير اوف الكترون رح يكونوا رابطه ثنائيه مع مين؟ مع الكربون هاي بدل الفينيل جروب اللي طلعت، رح يصفي عندي ايش؟ كربونيل جروب. هاي هي ستيب البنزليك اسيد مايجريشن، سوري الفينيل مايجريشن او البنزليك اسيد ري ارينجمنت. هلا البنزليك اسيد ري ارينجمنت خلينا نقول عندنا هون معرف لنا اياها، تمام؟ معطيني اياها، خليني افرجيكم اياها بس شوي. قايل لي اذا كان عندنا فينال ري ارينجمنت او فينال جروب مايجريشن، كانت عندي الفينيتوين نفسها فعلت مع بيز الامايد نيتروجين والامايد نيتروجين رح يتنافسوا على هاي الهيدروكسيل جروب اللي جاي من وين؟ من البيز. فطلع وين الامايد وين الامايد؟ الامايد هي النيتروجين المرتبطه ب 2 كربونيل، اما الامايد هي النيتروجين المرتبطه ب 1 كربونيل. مين مور اسيديك؟ طبعا الامايد. وبالتالي في حاله تفاعل المركب هذا مع بيز، مين اللي رح تاخذ ستيبل تشارج تكون اسيديك اكثر؟ هي الامايد. طيب احنا ستيل بهاي الخطوه خلصنا البنزليك ري ارينجمنت، صفى عندي هذا الشكل من المركب. خطوه اخيره، طبعا انا ستيل عندي لما الدبل بوند هون تكونت والفينل جروب صار لها مايجريشن، فصفت الدبل بوند بتاعت النيتروجين هاي لازم تنفك وتيجي على شكل لون بير اوف الكترون او نيجاتيف تشارج. انا ما بدي المركب يكون نيجاتيف تشارج، بدي اياه يكون ستيبل. فضل عندي ستيب واحده هي ستيب البروتونيشن او بسميها الاسيدفيكيشن، يعني اني بدل ما يضل في عندي نيجاتيف تشارج على النيتروجين هون ايش اعمل؟ اسيدفيكيشن، او احط بروتون للنيتروجين عشان يطلع المركب بالشكل الستيبل اللي انتم شايفينه قدامكم. هذا هو مين؟ الديلانتين او الفينتوين as an end product. تمام. هلا بالنسبه للخطوات في التجربه العمليه رح يكون عندكم المادة البنزل اللي انتم حصلتوها من الاكسبيرمنت السابقه، يفترض يكون عندي اراوند ال 5.3 جرام اوف بنزل. هلا اكثر اقل بيعتمد على شغلكم انتم وقديش طلع معكم اكتشوال ييلد، بس احنا بنضل برينج واحد اللي هو اذا عندي 5.3 جرام اوف بنزل يفترض احط ما يعادل 2.7 جرام اوف يوريا و15 مل اوف NaOH اللي هو البيزك ميديا، 30% صوديوم هيدروكسيد سولوشن و75 مل ايثانول. بدي احافظ على هاي الريشوز، شو ما تغير عندي الرقم هون بدي اغير على باقي الارقام ضمن هاي الريشو. هلا رح نحط المواد هذول مع بعض ونحطهم بريفلكس كوندنسر اللي هو 100 مل راوند بوتوم فلاسك مركب له ريفلكس كوندنسر. رح اغلي او اعمل بويلينج للماده اللي عندي اندر ريفلكس. طبعا البويلينج اندر ريفلكس رح يكون بده اتليست 1 اور. هلا البويلينج رح احط الماده تغلي بايثانول. ليش بايثانول مش بووتر؟ لانه فعليا هذا بحكمني مين؟ البويلينج بوينت تاعت البنزل. هلا البويلينج بوينت للبنزل
هاي أورجيكم هون الملاحظة. It's necessary to boil a reaction بالإيثانول. Boiling point للإيثانول قديش؟ 78 degrees. بالنسبة للووتر 100. عشان هيك إذا أنا استعملت الووتر ما رح ينفع. ليه؟ لأنه فعليا البنزل بتغلي على 94 ل 96، رح يغلوا الثنتين بنفس الوقت. فبفضل إني أستعمل سوليوشن ثاني وهو الإيثانول. أوكي؟ طيب نرجع على الخطوات. بدنا نعمل بعد ما خلصت الساعة هاي boiling under reflux رح نبرد. Then pour in 125 ml water. Allow to stand for 10 minutes. عم نتركه بعدين بنفلتر. هلا الفلتريشن نعملها ستيب بالفلتريشن، والكلير فلتريت اللي انا بحصله رح يكون اسيدك طبعا بي اتش له 2 ل 3، وبحط عليه كونسنتريتد اتش سي ال عشان احصل هاي القيمه من البي اتش. اذا في الكلير فلتريت اللي انا اخذته هون من ستيب الفلتريشن راح اضيف عليه كونسنتريتد اتش سي ال، راح يتصفي البي اتش عندي من 2 ل 3. بعدها ببرد، بحط وين ببرد شوي على الروم تمبرتشر، بعدين بحطه بايس او ايس باث، او لا خلينا نقول ايس باث مش ووتر باث. بعدها راح اعمل فلتريشن للكرود برودكت ببخنر فلل، يعني راح افلتر على بخنر فلل عشان احصل الكرود برودكت اللي هو الفينيتوين اللي انا طالبته. هلا الستيب الاخيره عندكم ريكريستالايزيشن فروم ايثانول، يعني الكرود برودكت اللي حصلته هون بدي اعمل له ما بكتف هيك لانه مش بيور، رح يكون في عندي باي برودكت او امبيورتي. وهاي الامبيورتيز اللي بتتكون بتاثر على البرودكت اللي انا بدي اياه. فحاعمل ستيب ريكريستالايزيشن. شو المهم في الريكريستالايزيشن؟ to remove the insoluble pi product. ايش الانسولبل او متى بتتكون الانسولبل pi product؟ لما يكون عندي no water removal take place وفينال migration ونو فينال migration happens، يعني لا migration of fin صارت ولا ال OH راحت، فستيل انا ضليت بالستيب نفسها وتكون عندي other products او impurities هم insoluble لازم اتخلص منهم بعملية الريكريستالايزيشن. رح اخذ او احصل هيك الماده البيور او البيور فينيتوين، خلينا نقول او الديلاتين، اخذ وزنتها واقيسلها من الفينيتوين. هذا هو كل شيء بالنسبه لتجربتي.